بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنحل مشكلة بتواجه ناس كتير جدا، وهي الرسالة اللي ظاهرة قدام حضراتكم دي. الرسالة دي بيقولك فيها يستمر التطبيق في التوقف، سواء كان تطبيق جوجل أو أيا كان التطبيق اللي موجود على الموبايل بتاعك، وبيجي لك كل شوية رسالة زي كده، والتطبيق أو اللعبة اللي بتشغلها بتخرج زي ما حضراتكم شايفين، وبيجي لنا نفس الرسالة دي بالظبط. مش شرط تكون الرسالة دي بتجي لنا مثلا على تطبيق جوجل أو أي برنامج تاني، الرسالة دي ممكن تجي لنا على أي برنامج أو أي تطبيق موجود على الموبايل. فاحنا هنحل المشكلة دي مع بعض بكل سهولة. ياريت لو يهمك الموضوع تتابع معايا الفيديو للنهاية، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان غيرك يستفاد من الفيديو ده. أول حاجة هنعملها ندخل على إعدادات الموبايل، وبعدين هننزل تحت شوية هنختار التطبيقات، وبعدين هنختار إدارة التطبيقات، وبعدين هنبدأ ندور على التطبيق من هنا اللي هو بيجي لنا فيه رسالة التوقف دايما، وليكن مثلا هو تطبيق الفيسبوك، هنبحث عنه فوق هنا، وليكن مثلا هو ده التطبيق اللي بيجي لنا فيه رسالة التوقف. هنعمل ايه بقى عشان الرسالة دي ما تجيلناش تاني والتطبيق يشتغل بشكل كويس؟ اول حاجة هنعملها هنختار استخدام ساعة التخزين اللي هي دي، هندوس عليها، وبعدين بنعمل مسح التخزين المؤقت، وبعدين بنعمل مسح البيانات، وبعد كده بنرجع نشغل التطبيق او اللعبة او البرنامج وبيشتغل معانا بكل سهولة. هي كل المشكلة بس هو انك بتعمل مسح البيانات والتطبيق بيرجع يشتغل معاك بكل سهولة. يا رب تكون استفدتم من فيديو النهاردة، اشوف وشكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.